ملتقانا هذا المساء هو الملتقى السنوي الثامن لحصاد الجامعة للمجتمع، وهو ملتقى سنوي يحظى برعاية كريمة من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه الله، وهو امتداد لما تحظى به الجامعة من اهتمام ورعاية من لدن سموه الكريم بالجامعة ومخرجاتها. حصاد الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع هو فعالية سنوية تطلقها إدارة الشراكة المجتمعية للاحتفاء والإعلان عن أبرز مؤشرات الأداء على مستوى المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. حقيقة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لديها مستهدف رئيسي، وهو تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتعمل من خلال هذا الملتقى على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين القطاعات المختلفة، القطاع العام والخاص وغير الربحي، لتأكيد موقعها ضمن منظومة الشركاء كشريك علمي في إنتاج وإثراء المجتمع بالمبادرات التنموية ذات الأثر المستدام بإذن الله. حقيقة يصعب تمييز أحد المشاريع المقامة في الجامعة، لدينا أكثر من 3300 برنامج مجتمعي ينطلق من عدد من التخصصات الأكاديمية في الجامعة. قد يكون من أبرز الشراكات التي تعتز فيها الجامعة هي شراكتها مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أبصر، وما نتج عن ذلك من إطلاق دبلوم المسؤولية المجتمعية وإطلاق الدراسة البحثية التي تعنى بواقع المسؤولية المجتمعية بالمنطقة الشرقية.